خدت ال 100,000 يورو بتوعك ولا ما خدتهمش الاول؟ لا لا انا ما خدتش اتعابي في التفاوض بين النادي الاهلي ونادي نافال. وانا باختصار او التتر بقول ان انا بعتقد ان انا تعرضت لعمليه نصب بطلها المهندس عادل القيعي انه يعمل لي تفويض واتفاوض معاه لمده 3 شهور، وبعد ما انهي عملي في شهر في اخر شهر 7 اطالب بحق لغايه شهر 12 وشهر 1 يقول لي انت ليك حق، انتظر شويه، طب هات لنا الاوراق تاني. وافاجئ بعد الانتقال باكثر من 7 او 8 شهور يقول لا 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 ده مش انت اللي عملت انتقال. فدي مساله. امال التفويض اللي جالك كان عشان ايه يا استاذ سمير؟ نعم، التفويض اللي كان معاك عشان ايه؟ هو في الحقيقه انا طلبت التفويض على اساس اقدمه لنادي نافال على اساس ان انا اتكلم باسم النادي الاهلي. اما في اغلب الحالات انا بتكلم لما النادي الاهلي بيطلب مني حاجه بتفاوض من غير تفويض، يعني عارف في موضوع احمد فتحي، في موضوع حسني عبد ربه، في مواضيع كتير بتفاوض من غير تفويض، لان ما كنتش بتكلم مع عبد القيعي حقيقي، كنت بتفاوض بالنيابه. كان كابتن الخطيب بيفاوضني، وكابتن الخطيب لما يقول لي كلمه في التليفون ده خلاص الموضوع منتهي طبعا. بالظبط. اما تفويض مكتوب من المهندس عادل القيعي وفي الاخر يقول لي لا انت مالكش حاجه، ويشهد شهاده زور ويقول لا ده مش انت اللي عملت الاتفاق، ده سالم اللي عمل الاتفاق بعد الموضوع ما ينتهي ب9 شهور. فمساله غريبه جدا جدا يعني انا مش متخيل ان واحد عنده 70 سنه او 75 سنه ممكن يكذب ويشهد زور ويعمل هذه الاشياء كلها. طب ليه ما اتعاملتش مع حسن حمدي والخطيب وكلمتهم؟ شوف انا كابتن مصطفى، انا قابلت كابتن حسن يوم 24/10 بعد انتهاء الموضوع ب3 شهور وشرحت له الموضوع بالظبط. قال لي سمير انا عندي ثقه فيك ومش من النهارده، من 2004. قال لي الولد لسه ما لعبش لغايه دلوقتي بطلط ابيض. قلت له انا ماليش دعوه. انت مالك؟ طلبت مني هو انت مغسل وضامن جنه؟ قلت له انت طلبت مني اعمل التفاوض، شركاء يشتغلوا معايا وقاعدين حقوق. فقال لي حاجه مذهله جدا لاول مره بعلنها على الهواء وفي شهود على هذا الشيء. ده مين اللي قال لك يا استاذ سمير؟ مين اللي قال لك؟ كابتن حسن حمدي. 24/10 الساعه 2 في مكتبه. قال لي تعتقد عدل القيعي فيما معناه قبض في هذا الموضوع؟ قلت له الله يشهد ان انا ما كنتش موجود، بس كل اللي اقدر اقوله لك كابتن حسن ان احنا بعد ما تفاوضنا مع اللاعب ومع نادي نافال، اللاعب كان موافق ب 600,000 يورو. بعد كده اللاعب تم التعاقد معاه بمليون و200,000 يورو. ده اللي اقدر اقوله لك. سؤالك فده انت حضرتك اللي تجاوب عليه بتحقيق. دي ما انا ما تدخلنيش في الحته دي يا كابتن حسن. فانا ذهلت ان رئيس النادي يسالني السؤال ده، وما زلت مذهول بعدها بحوالي 8 شهور، ما زلت مذهول من السؤال. طيب استاذ سمير، دي صفقه بتاعت فابيو جونيور اللي كانت ب 600,000 بقت مليون و200,000. هم النادي الاهلي كان بيدور له على نادي، هل تعتقد ان هو ممكن يجيب المبلغ اللي اتدفع فيه ده؟ كابتن حسن، وانت راجل وكيل لاعبين يعني. كابتن مصطفى، في 22/7 الساعه 12 ظهر بعت رساله للكابتن حسن حمدي، رساله على خطين التليفونين بتوعه، وعرفت بعد كده في 24/10 انه استلمها. قال انا استلمته. قلت له يا كابتن الولد يتم التفاوض معاه على اسعار عاليه جدا ولا يملك المؤهلات الفنيه اللي تخليه يلعب في النادي الاهلي. يوم 13/7 بجواب مني للكابتن حسن، قلت له يا كابتن حسن خلي بالك الولد وافق على 600، ما تخشوش اكتر من كده لان في ناس بتغري انه يوافق اكتر من كده. يوم 13/7 قلت له هو 600 وفي ناس بتغريه انه يوافق اكتر من كده. قلت له بجواب، وهذا الجواب هو اللي خلى المهندس عادل القيعي يشهد زور ضدي علشان ما اخدش حق. بجواب رسمي بفاكس. يوم 11/7 قلت للكابتن حسن حمدي يا كابتن حسن النهارده الصبح جوزيه كلم رئيس نادي نافال وطلب منه ادخال ابنه في الموضوع وطلب اتعاب لابنه. خلاص سمير، استاذ سمير خلاص خلاص، مستر مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه مشي خلاص وانتهت قصته. لكن ما دي حقائق وانت قلتها معايا قبل كده، وانا قلنا الكلام ده قبل كده. اللي انا عايز اتكلم فيه انت لسه ال 100,000 يورو ما خدتهمش. طيب انت هترفع قضيه او هتسيبهم ولا هتعمل ايه؟ لا يا كابتن انا صاحب حق.
انت صاحب حق، صاحب الحق قوي، هطالب بحقي لغايه اخر يوم في حياتي. اتمنى ان يكون الكابتن حسن سمعنا دلوقتي ويحل لك المشكله دي. المشكله الثانيه يا استاذ سمير بالنسبه للمهندس عادل القيعي معاك، موضوع موضوع بتاع حسام غالي في نادي النصر في السعوديه. لوائح الفيفا يا كابتن مصطفى بتقول في شيء اسمه اليه التضامن. اليه التضامن احنا ما نعرفهاش في مصر على فكره. اي لاعب ينتقل على المستوى الدولي، النادي اللي ربى اللاعب او اللي انشا اللاعب من سن 11 ل 23 سنه له 5% من كل انتقال. من كل انتقال النادي الاهلي له 5% من انتقال حسام غالي من نادي توتنهام لنادي النصر السعودي، وحتى الاخوه في نادي النصر السعودي عارفين هذا الشيء وناس واعيين وناس فاهمين. يعني كان حصه النادي الاهلي كم من نادي النصر يا استاذ سمير؟ النادي الاهلي له من انتقال حسام غالي من نادي توتنهام لنادي النصر نص مليون جنيه. بلغت الكابتن الخطيب انكم لكم نص مليون جنيه عند نادي النصر. بلغت الكابتن حسن حمدي انكم لكم نص مليون عند نادي النصر. كابتن عادل القيعي قال لهم لا احنا مالناش حاجه، ده سمير مش فاهم في اللوائح، وانتهى الموضوع على كده. انت راجل عايش في فرنسا وتتعامل مع الاتحاد الدولي واستاذ لوائح، انت ما بتفهمش في اللوائح؟ يشهد على ذلك كابتن حسن، يشهد على ذلك كابتن خطيب، يشهد على ذلك كابتن سيد عبد الحفيظ. في 3 شهود. طيب يعني النادي يعني كده المهندس عدلي اضاع على النادي الاهلي 500,000 جنيه ولا 500,000 ريال ولا 500,000 دولار ولا يورو ولا كام؟ 50,000 جنيه استرليني. 50,000 جنيه استرليني في 10 بمليون جنيه استرليني. 5% منهم يعملوا 50,000 جنيه استرليني، بما يعادل تقريبا في وقتها ما يقرب من نص مليون جنيه. طيب استاذ سمير، يعني الصفقه بتاعت حسني عبد ربه انا عارف انك كنت مشارك فيها، ايه اللي بوظ صفقه حسني عبد ربه؟ صفقة حسن عبد ربه كان فيها تدخلات على المستوى السياسي. عارف. اوكي، مصر كلها تعرف هذا الشيء. اوكي. طبعا كان في اعتقد ان كان في ضغوط على النادي الاهلي انهم يتركوا الموضوع. النادي الاهلي ترك الموضوع وساب اللاعب ينتقل لنادي بعد ما كسبوا نادي النصر. راح نادي اهلي دبي اعتقد. بالظبط، اهلي دبي يا استاذ سمير، مش كده؟ كان في اتفاق بينه وبين النادي الاهلي. ان انا مش هاخد اتعابي الا اذا اللاعب راح النادي الاهلي، بس هاخد مصاريفي، لان النادي الاهلي كان طالب مني حاجات، وان انا اسافر لوزان واسافر لاستراسبور واسافر مصر. فقال لي هندفع لك مصاريفك الا في حاله انتقال اللاعب للاهلي، هتاخد مصاريفك واتعابك. بالظبط. فالمهم طلبت بمصاريفي، قالوا لي سمير يعني استنى نشوف مش عارف ايه، قدمنا الفواتير لغايه واحنا ما خدناش حاجه من انتقال اللاعب لاهلي دبي. احنا في الوقت ده كنا وكلاء اسيك ايفون اسيك مدرب نادي اهلي دبي. فواحد في اجتماع مع رئيس نادي اهلي دبي. قال لنا، قلنا له احنا كنا وكلاء حسن عبد ربه زي اخذتوه كده، قال له خلصنا الموضوع مع النادي الاهلي ومع نادي الاسماعيلي. قلنا لهم ازاي خلصتوه مع النادي الاهلي؟ قالوا دفعنا 400,000 دولار للنادي الاهلي. انا كنت في هذا الخبر ده كنت حريص جدا ان انا ما اظلمش حد. فتحريت الدقه لغايه ما وجدت الشخص المصري، وهو شخصيه كرويه كبيره في مصر، اللي عمل اتفاق بين الاهلي واهلي دبي، وعرفت ان النادي الاهلي اخذ 400,000 دولار. فجيت اطلب باتعابي، قال لا احنا ما دخلناش فلوس، قلت لهم انت خدت 400,000 دولار. كان مين اللي معاك؟ عادل القيعي برضه ولا كان في حد من اعضاء مجلس اداره؟ لا انا سالت عضو مجلس الاداره، قلت له انتوا خدتوا 400,000 دولار؟ قال لي لا احنا ما دخلش في الخزنه بتاعت النادي الاهلي 400,000. ايوه انا لسه عايز اقول لك استاذ سمير، انا اتصلت بالناس اللي بيحبوا النادي الاهلي في النادي الاهلي، وقلت لهم يا جماعه انا عندي معلومه ان في 400,000 دولار دخلوا في حسني عبد ربه من اهلي دبي. نعم. فلو سمحت اكد لي المعلومه، دخلوا ولا ما دخلوش؟ نعم. فاتصل بيا تاني يوم، ها، فقال لي ما فيش 400,000 دولار دخلوا النادي الاهلي. أنا قيل لي من رئيس أهلي دبي وقتها، وقيل لي لشريك الفرنسي مستر برونو ساتان، إن نادي الأهلي أخذ 400,000 دولار في موضوع
حسني عبد الرب. طيب ده يعني بقول للكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب طبعا ربنا يشفيه ومجلس الاداره بتاعته، يا ريت تردوا علينا يا استاذ عبد الناصر لو سمحت بعد ما الاستاذ سمير يقفل معانا، تجيب لي المهندس عادل القيعي او اي حد مسؤول في النادي الاهلي مالي يقول لنا، يقول لنا هل في 400,000 دولار دخلوا، وحد يرد على الاستاذ سمير. اتفضل يا استاذ سمير. اسمح لي اقول نقطتين. اتفضل. في انتقال حسني عبد ربه للنادي الاهلي وفي انتقال احمد فتحي للنادي الاهلي كان الاتفاق دايما بينه وبين كابتن خطيب. اه. وكان كابتن عادل القيعي ما يعرفش الموضوع، فلما سالته قال لي سمير انا لا اثق في عادل القيعي، ده شيء للتاريخ. ده الخطيب. ده الخطيب في 2007. دي حاجه. في قصه في انتقال فابيو جونيور، قصه غريبه جدا. اتفضل. انت عارف يا كابتن ان الوكيل مش لمجرد انه يعمل تفاوض، هو يضمن كمان ان العقود تبقى معموله صح. اه. قلت للمهندس عادل القيعي يوم 14/7 مساء لازم تعملوا عقد ثلاثي بين اهلي ونافال واللاعب. قال لي طب ده هنعمله ازاي وهنعمله امتى؟ قلت لهم ده شغلتي انا، هبعت لكم صيغه العقد الثلاثي وانتوا تملوه والثلاث اطراف يمضوا عليه. استاذ سمير اسمح لي معلش عشان بس ايه، عشان ما نخلطش الامور. هذا العقد اللي انت بتقول عليه الثلاثي اتعمل ما بين النادي اللي كان فيه حسن عبد ربه وحسن عبد ربه والنادي الاهلي، يعني الموضوع اتعمل قبل كده يعني؟ اتعمل قبل كده ومعروف. طب ايه بقى المشكله ان هم مش عارفينه يعني في النادي؟ لا هي الفكره انه كان مستعجل وقال لي طب انا مين اللي هيعمل لي العقد الثلاثي دلوقتي؟ قلت له انا مسؤول ان انا ابعت لك الصيغه وانتوا تمضوا. بعت له الصيغه على الانترنت، بعدها باسبوع الخطوه صيغه العقد الثلاثي، معلش هطول فيها. اتفضل اتفضل. لانها مساله مهمه جدا يعني. النقطة الثالثة بتقول إن بعد ما نادي نافال يبعت البطاقة في 48 ساعة النادي الأهلي يبعت المبلغ اللي هو 650,000 يورو. بعدها بأسبوع بكلم المهندس حلمي عبد الرازق قال لي يا سمير إزاي أنت العقد ده؟ قالوا لي إن أنت اللي عامله وفي حاجة غلط. قلت له إيه؟ قال إن النادي الأهلي هو اللي يبعت الفلوس الأول وبعدين نادي نافال يبعت البطاقة. فتم تغيير، أنا بعت العقد صح وعندي الإثبات. تم تغيير النقطة رقم 3 بنقطة رقم 4. كلمت المهندس خالد مرتجي قال لي سمير ما حدش يعمل الموضوع ده في النادي الأهلي إلا عادل القيعي. أيوة يا أستاذ سمير. عملت؟ إيه يا أستاذ؟ لا عيد تاني يا أستاذ سمير معلش عشان ما سمعتش. عبد الناصر كان بياكل دماغي. تغيير بنودي العقد الثلاثي. آه. بحيث إن بعد ما الأهلي يوصلوا البطاقة يبعت الفلوس. آه. اتغيرت البند إن انه يبعت الفلوس الاول، المبلغ الاول وبعدين نافال يبعت البطاقه. اوكي. فقط لاحراج سمير السيد بس. لكن الحلمي بيه عبد الرزاق قال لي يا سمير انا متاكد ان انت عامل العقد صح. وخالد بيه مرتجي قال لي يا سمير احنا متاكدين ان انت كنت عامل العقد الثلاثي صح. قلت له طب مين اللي عمل ده؟ قال لي ما يعملش ده اللي عدل القيعي. لا اله الا الله. استاذ سمير السيد اي اضافات؟ اضافات انا بطلب لجنه تحقيق مستقله. ايوه. تشوف الملف اللي معايا. طب انا اقول لك حاجه، ليه ما تنزلش وتقدم بلاغ يا استاذ سمير؟ ليه ما تنزلش وتقدم بلاغ؟ لا انا 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 بطالب بحقي. اه. لكن اهدار المال العام ده حقوق اعضاء الجمعيه العموميه. ده مش شغلتي. صح. انا بطلب تحقيق مستقل. مين اللي رفع عقد فابيو جونيور من 600,000 يورو لمليون و200,000 يورو؟ ومين وليه المهندس عادل القيعي قال لي مالكش دعوه باللاعب انت خليك مع نافال؟ لا وحاجه ثالثه يا ريس، ومين اللي سمح له ان ياخد 750,000 دولار توقيع عقد في السنه الاولى؟ في السنه الاولى يعني. ده كلام مظبوط جدا، ودي اغرب عقد شفته في تاريخي العقود في اوروبا او في من خلال شغل خلال 13 سنه. وانا بسميه الملف القذر، وقلت لكابتن حسن قلت له هذا الملف يا كابتن حسن اسمه الملف القذر، في اشياء قذره. ومش معنى ان انا قلت الحق ما يدفعليش حقي، انا هاخد حقي. لا انا السؤال الاخير استاذ سمير، السؤال الاخير اتفضل يا كابتن. لما قلت للكابتن حسن حمدي اللي انت قلته ده، ماذا فعل حسن حمدي؟ قال لي الملف ده كنت جايب له ملف فيه 23 مستند. قال لي الملف ده توديه لعدل القيعي وما تقولوش انك قابلتني وانا افتح تحقيق فيه. وبقى نتيجه التحقيق ايه؟
نتيجة التحقيق ان احنا وصلنا لستة سبعة بعد سنة ما خدتش حقي.